الفيديو ده هنتكلم فيه مع بعض على اخطر مشكلتين او اهم مشكلتين بمعنى صح بيقولي في الكومنتات وبيقولي على الخاص. المشكلة الاولى كلبنا بيعض في ايدينا كتير، بنشتري وهو جاره وما بيبطلش عض سواء في رجلينا واحنا ماشيين او في ايدينا لما بنيجي نلعب معاه، والعضة ما بتبقاش عضة خفيفة، العضة ممكن توجع كمان، ولا قدر الله بتوصل مع جراوي لعضة مؤذية. بص يا سيدي، حلها بسيط وفي نقطتين اتنين، ممكن تستخدم حل من اتنين وتشوف انهي الانسب لك وانهي اللي جابت نتيجة معاه. رقم واحد، ان انت تسقف تسقيفة عالية جدا وصوت تونك يعلى، يعني بمعنى صح كأنك بتزعق عقله، وبتسيبه وتبطل اللعب معاه وتسيب له الاوضه وتمشي في المكان اللي انت بتربيه فيه، بالتالي هيفهم. معلش انا هقطع كلامي في الفيديو هنا، خدت بالي على فكره دي انتايه وشافت الحضانه الباب مفتوح وشافت قطه بره على السلم، وانا هنا سبتها حبيت افكرها شويه بالشراسه الفطريه اللي موجوده عندها وقلت لها يلا روحي جيبيها. طبعا انا لا هخليها تجيبها ولا اي حاجه، بس انا بفكرها مطرح ما كانت الحمد لله كانت والده وبتحضن على جراويها، فحبيت افكرها كده بالتدريب وبالشراسه من وقت للتاني. المهم نرجع لموضوع عامة، انت لما الجرو بتاعك هيشوف ان انت سبت ومشيت، كل ما يحاول يعضك او يلعب معاك بالعض ويقرص في العضة زيادة عن اللزوم وصوتك يعلى وتعمل صوت تسقيفة قصاد وشه او قصاد عينيه بتخوفه، بالتالي هيبطلها تدريجيا. تعال نقول ان الجرو لا قدر الله غبي ومش فاهم الحركة دي ولا فاهم اللي انت بتعمله ده خالص، هقولك على حاجة سهلة جدا هنعملها معاك. وزي ما انتم عارفيني وحافظين ان انا ضد ضرب الحيوانات بصفة عامة والكلاب كمان بصفة خاصة، ضد الضرب نهائي، وعايز اقول لكم انهم ما مش نتيجه خالص، بس انا هقول لكم على تريكايه هنعملها، ودي من وجهه نظري مش ضرب، بس انا جربتها مع جراوي كتير وكانت بتجيب نتيجه ممتازه من اول مره. بص يا سيدي، في اسلوب انا بستخدمه اسمه اسلوب التعنيف، اسلوب المنع. اسلوب المنع ده بيبقى فيه تعنيف، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول له على حاجه لا كده وخلاص، لازم اقولها له فيها تعنيف، وده ما فيهوش اي نوع من انواع الضرب، بس بيبقى فيها خبطات فيها عنف. يعني ايه؟ دلوقتي الجرو بتاعنا وهو بيعض ايدينا، انت ممكن بظهر ايدك بتخبطه على بوزه، بتخبطه على بوزه مرتين ثلاثة، بالتالي هيفهم ان هو هيتعرض للخبط مجرد ما هيعضك بس، والحالة دي احنا بنعملها في حالة واحدة بس، هنعملها لما نلاقي الجرو بتاعنا هو عاضد ايدينا او عاضد صباعنا او عاضد البنطلون بتاعنا، فاحنا بالتالي هنخبطه على بوزه مرتين ثلاثة بظهر ايدينا مش بوش ايدينا. وليه بقول بظهر ايدينا؟ بظهر ايدينا بيبقى عندك العظم بتاع صوابعك هتوجعه جدا عند مناخيره. عامة عايز اقول لك ان النوز عند الجراوي او حتى عند الكلاب الكبيرة دي نقطة ضعفها، نقطة ضعف اي كلب، حتى لو لقيت كلب بيعض كلب تاني وانت عايز تفك الخناقة ما بينهم هتمسك مناخير اي كلب فيهم، بالتالي هتوجعه وهتألمه وفي نفس الوقت هتكتب نفسه، طبيعي ان لازم يفتح بقه. والطريقه الثانيه دي احنا مش هنستخدمها الا لما نستخدم الطريقه الاولانيه، الطريقه الاولانيه جابت نتيجه معاه زي الفل، ساعتها مش هنستخدم الطريقه الثانيه. ما جابتش النتيجه مع الطريقه الاولانيه هنستخدم الاسلوب الثاني. الاسلوب الثاني ده ما اسمهوش الضرب، ما اسمهوش ضرب نهائي، انا ضد اي ضرب اي حيوان والكلاب كمان بصفه خاصه، وانتوا عارفيني ومتابعيني، ده اسمه اسلوب تعنيف وانت غصب عنك لازم تستخدمه حتى كمان في التدريبات الشرسة، ودي اقولها لكم كمان في الفيديوهات اللي جاية. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن المشكلة التانية، ندرب كلبنا من عمر كام وايه هي الاسلوب او بمعنى اصح التدريب الصحيح من عمر قد ايه، ودي هنحكيها وهنتكلم عنها بتفصيل في الفيديوهات اللي جاية. بجد انتوا عصابة تشرف، احنا اقوى عصابة موجودة على اليوتيوب، طبعا عصابة في الخير عشان ما حدش يفهمنا غلط. لو انت مش مشترك في قناة عصابة الكلاب، قناة مافيا دوجز اند كات، يشرفني اشتراكك في اكبر قناة موجودة على اليوتيوب بمتابعيها، يعني بكده. اما اللايكات مش هوصيكوا، عايز انفجار لايكات، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه.